وتسجيل وهنا شريف، انا اسف يعيشه اتفضل. بقطعك، بمناسبه لقطه شريف يعني اه ياخد كريدت كبير جدا جدا عند عند جمهور النادي الاهلي، وفنيا الصبر على محمد شريف. محمد شريف كان بعيد عن حالته بقاله فتره طويله، مظبوط، والصبر عليه وارساء مبدا الثقه اللي بيديها بيتسو موسيماني في لعيبته الكبار اللي اثبتوا يوم بعد يوم ان هم يستحقوا هذه الثقه، ومنهم محمد شريف. الكريدت ده الصبر وتحمله للنقد، لان بيتسو تم انتقاده بشده بسبب اشراقه لمحمد شريف، فتحمله للنقد بسبب الصبر على محمد شريف كل هذه الفتره، بيكافئ محمد شريف بالتسجيل وهدفين والنهارده وامس بيسجل هدف، واعتقد ان المكنه ابتدت تدور يعني تطلع وماشي. هتقولوا لنا ايه النهارده او هتعملوا لنا ايه النهارده في الشاشه؟ دعوه بقى للتعلم من بيتسو موسيماني للناس اللي قالت ان هو مش متفقين على فكره، بس انا قلت كده في الاول، قلت النادي الاهلي دايما بيعلم الناس الدروس الفنيه جوه الملعب. الحقيقه لو احنا وانا باكد دعوه للتعلم من بيتسو، عشان الناس تتعلم مننا، لا احنا بنتكلم الدعوه للتعلم من بيتسو موسيماني اللي كسب امبارح بالحظ. فخلينا نشوف بقى هو كسب الحظ ازاي. كسب بالحظ 3-0 امبارح، لا ومش بس كسب 3-0، والناس انا تم التركيز على انه الشوط الاول ما كانش على نفس القدر ونفس الحجم من الشوط الثاني، لكن الشوط الثاني كان اكثر تاثيرا، لكن النادي الاهلي راح الشوط الاول وضيع الشوط الاول. تقسيم المباراه وبيتسو عمل ايه نتكلم عليه تفصيليا. هنتفرج تفصيليا، لكن انا كمان عندي